رحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هعمل اجنحة الدجاج المشوية. عايزة اوريكم الاول من جوه عاملة ازاي. مستوية على الاخر اهي، مفيش دم ولا اي حاجة. هنشويها جوه البوتاجاز من غير دخان ومن غير بهدلة، وهوريكم ازاي. تعالوا معايا نشوف الطريقة. كده دي أجنحة الدجاج، شطفوها وشايلة منها الريش الزيادة. في بقى حاجة هنا بعملها، بشيل طرف الجناح، هوريكوا ازاي. كده ده اللي قايلي عليها فرارجي، قال لي ان الفرخة بيدوها بيحقنوها من الحتة دي، الجزء ده في الجناح، فلازم تتشال. ده خلص الكمية وارجع لكم. هجيب بقى دقيق ذرة، ده بيتباع عند العجلات بالكيلو، في سايب انا بجيبه سايب على طول، وليمونة. دي الذرة دوت احسن حاجة بتشيل زفرة الفراخ. هبقى اعمل لكم حلقة عن فيديو عن تنظيف الفراخ. هعمل فريكو جامد بقى ونسيبه 10 دقايق، ده بيضيع اي ريحة، بيضيع اي زفارة، وبينظف الفراخ. هنا بعد ما اتشطف كويس ونقعته شويه في الميه، هنجيب بقى النهارده، انا هستخدم خلطه المشاوي بتاعت ماجي، هستخدم توابل من عندي. دي فيها هو مكتوب بصل، بقدونس، ثوم وبهارات. انا هحط الكيس كله لان الاجنحة دي كيلو، هو مكتوب كيلو. دقتها مش محتاجة ملح، هي فيها الملح بتاعها. هزود بقى من عندي بابريكا علشان تخلي المشاوي، تخلي الجناح احمر كده، وفلفل اسود. خليته بقى جامد. او عايزة حاجة ما قلتهاش، لازم الاجنحة نسيبها تنشف خالص من المية قبل ما تتحط في التدريج. نسيبها بقى، لو بالليل يبقى كويس، لو 6 ساعات، ساعتين، اقل حاجة ساعتين. حطها بقى على رف التلاجة. وهنا بقى نشوي ازاي. هنجيب مية، نملاها مية، نصها مية، وجيل الشبكة بتاعت البوتاجاز. هحط الاجنحة على فوق الصينية على طول، على اساس اي سوائل بتنزل في الصينية. والمية فايدتها ان هي بتغلي، تطلع بخار على الجناح، يخليها طرية، يخليه طري ويستوي بسرعة، ويستوي من جوه كمان، ما يبقاش فيه دم. كده هو حطينا الاجنحة فوق الصينية بالظبط عشان ما نبهدلش كمان البوتاجاز.
هنا هي يعني في نص سواحة ده كده بعد تلت ساعة أو نص ساعة. هنا تقريبا ساعة ل10 دقايق. هي بص هي هتقعد ساعة في الفرن وكل الدهون نزلت في المية. بس كده استوت طلعناها، وبألف هنا وشفا عليكم يا رب. هنقدم معاها بقى مكرونة. مكرونة بالصلصة، وأكل خفيف كده وغدا حلو مش مكلف خالص. وبألف هنا وشفا عليكم. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك والشير.